السلام عليكم، صافا؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. والمهم جيت نصور لكم هاد لا فيديو اللي تكونوا مهم نقول مهم بزاف، راني مازال اختي فرحانه بالفيلر ديالي. المهم مصوري لكم بزاف ديال لي فيديو، كل مره غادي تشوفوا حاجه من هاد المنبر. بغيت نقول لكم اللي زعما مصوري لكم فيديوهات قبل ما ندير الفيلر، غادي تشوفوا زعما الفرق. المهم كيف ما شفتوا في العنوان هاد لا فيديو، جيت نشارك معكم واحد البوكس كبير خديته من شي ان. تقديت بزاف ديال الحوايج، المهم اللي كانوا خاصيني، اللي المهم شفت شي حوايج عجبوني وتقديت بزاف ديال الحوايج. المهم بوكس كبير اللي تشوفوا في التصويره ها هو. ما غاديش نقدر نهدو لكم، هانتوما ثقيل تسمزو. مهم غادي نبدا نوريكم الحوايج. اول حاجه هي هاد البيجامه هذه اللي راني لابسه، كيف ما كتشوفوا كتجي بحال هكا. غادي نخليها لكم في هنايا في هاد الجهه، نخليها لكم كلهم، يمكن تحطهم لكم شي ما هنا ولا هنا، ما عرفتش. المهم غادي نحط لكم، حيت ما مقدرش بزاف ديال الحوايج، ما قداش نلبس لكم كل حاجه، وغادي يجي الفيديو طويل، وغادي نسخو دايرين بارت 1 بارت 2 اللهم. مهم شوفوا هادي. المهم اول حاجه هي هاد البيجامه هادي ديال القطن، تجي زوينه ما سخيخنه ما بارده. المهم في الوسط ديال هاد الجو دابا، فيها هنايا هاد الدونتيل، هذا كتجي هكا، كتجي هنايا فيها الدونتيل، كتجي هنايا بالصديفات، هانتوما كيف ما كتشوفوا. المهم كتجي هكا عاديه، ولتحت فيها نفس هاد الشيء في رجليها. المهم دابا تشوفوها في الصور. دوزو لثاني حاجه اللي هي هاد لونسومبل، هذا اللي كيجي هكا بحال جلين، كيجي فيه خط في الوسط، عندها ديجا في النوار، ودابا جبت هادي في الكري. المهم كتجي هكا، هادوك اللي كيجيو مفتوحين منه كتجي فيه الفتيحه منه في الرجل، كيجي جينز سامبل هكا فيه. المهم كتجي فيه الفتيحه، ومعاه الفخان ديالو، هانتي اختي هاد البوكس هادي كنخر قالو هادو راح يلعوزني. المهم ها هو احسن هكا باش من نتهبش. صافي شفتوها، دابا نخليها لكم ملبوسه هنايا. ندوز الحاجه الثانيه اللي هي هادي، هاد الكتمه هادي، كتجي الخزال رائعه. خديت انا شي بحال شوفوا كيفاش كتجي ديال هاد الجو هنايا، كيكون شويه ديال البرد، فصافي كتلبسي شي كروب توب هكا قصير، كتلبسي شي حاجه بحال هكا تكون فخيخنه. دابا كنخرجوا لهدا البحر كنشوي ولا شي حاجه فخيخنه. المهم كتجيب القب، كتجي هاد الستيل هكا، دابا تشوفوها ملبوسه. وهذا السروال الكاليتي ديالها غزاله، تقولوا من اديداس، عرفتوا واعره واعره واعره. شوفوا الفتيحه كتجي في الجنب مع شي سبادرين تكون عاليه، واعره خطيره هاد الكتمه، خذوها بعينيكم ممضي. ندوزو لثالث حاجه ولا رابع حاجه، السربه باش ما نتعطلوش، نجي الفيديو. هاد لونسومبل عاود هادي كتجي ديال القطن، كيجي السريول ديالها هكا مفتوح شويه، صافي كتجي في هاد لاكولوغ هادي. دابا نلبسها ونصور بهم في انستغرام، متنساوش تدخلو عندي في انستغرام، نخليه لكم هنايا. وهذا اللي كيجي معاه بحال هكا، كيجي قصير، جديدات كيجيو هكا مجموعين، شفتو غزالة الكاليتي ديالهم، غزالة غزالة. بدا هاد الكري والله ما تقولوا ديال اديداس، الكاليتي غزاله. نخور دوزو خامس حاجه، نشوف واش نبقى شاده الحساب، اللي هي هادي
حتى هذيك سيرفيت كتجي هكا سخيخنه. المهم هادشي كامل اللي خديته بحال تقولوا ديال الشتا ديال هنايا. الشتا ديال هنايا كتكون فيها البرد والبرد ديالها خفيف، يعني هي شويه ديال البرد وصافي، يعني تلبسي هادي على اللحم وصافي، يعني ما تلبسي لا كولون من التحت لا. المهم كتجي مجموعه بحال هكا، حتى هي قطن زوينه، حتى هي الكواليتي ديالها واعره. شوفي تفتحيها تلبسيها هكا، نخليها لكم الغوطة هنا. شنو اخر غادي نخلط، معليش نبقى اللي جاب حدايا نهزو. خديت هاد لي فانسو هادو، ولكن زعما دايرين بحال خديتهم دايرين الشكل زعما ديال ريل تكنيك، وكنت باغا نشريهم هنا يعني كنلقاهم في البارافارماسي، كنبغي ناخذهم ديال ريل تكنيك. قلت شفت هادو وقلت نمشي زعما نشريهم، صح ماما مغيتاثر ما عجبونيش لا في هذا ديالهم لا الكواليتي ديالهم عيانه، ماشي شي هما ما بيهمش يعني دايزين، ولكن ماشي بحال دابا هادو ديال بي اش اس كوزميتيك. يمكن قالت لي شيماء مسحت، يمكن بي اش كوزميتيك ولا بي كوزميتيك والله ما نعرف. المهم هادو خطيرين، عرفتوا شحال هما عندي الشعر ديالهم خطير ما كيتسلم حتى حاجه. هادو حتى هما ديال شي ان ما شويه كوميم ما كيتسلش الشعر، ولكن مزوينين. ننصحكم الا بغيتوا تاخذوا لي بانسو من شي ان خذوا من فوق 100 درهم او 200 درهم، ما عرفتش شحال يكونوا دايرين عندكم. المهم حنايا هنا بالدرهم الاماراتي وحدين غادي نولي ناخذهم، خداتهم شي دايرين ب 100 درهم، فيهم لي كولور واعرين ونفس الكواليتي هادو غزالين. اما هادو خديتهم بشي 35 فوق 100، كتكون حاجه زوينه. خديت هاد البوشيطه هادي ديال التليفون، شوفوا هادي واعره، شوفوا كيفاش كتجي مع هادي. وخديت هادي زعما كتكون هكا، خديت هادي زعما راني المهم التليفون كنصور به تن نولي ندير فيه. خديت هاد السيليكون هذا ديال البلاك، ما كنلقاش علاش نحط البلاك، كنبقى نحطهم هنايا كل شويه كنخصني نخليهم، عرفتوا خصني كل شويه نخليهم واقفين، كنحرق لي الكوفرلي صافي. خديت هاد السيليكون هذا تحطي عليه البوكلور ديالك ولا البلاك ولا المهم اي حاجه سشوا اي حاجه سخونه، وما تخافيش حطيها بعينك وغنضيف هانتوما. خديت هنايا تشين خديت هذا اختي ديال الشيخات اللي كنضحك معاكم. خديت هذا واحد معرفش شنو نسميه، معرفش شنو نسميه، دابا تشوفو سميتو تما والله معرفش شنو نسميه. المهم كيجي بحال هكا، هادو عاد يعني عاد خارجين بحال داك الفولارات اللي كانوا شحال هادي. المهم هكا بحال شبيكة مشبك كتلبسيه فوق غوب ولا المهم كيجي هكا فوق غوب في النوار كيجي زوين. دابا نلبسو وتشوفوني زعما لابساه في الانستغرام، هانتوما كيفاش كيجي. شفتو كيجي شويه طويل على اليدين بحال هكا، المهم كيجي غزال مع غوب نوار. خديت حتى لاغوب، لاغوب خديتها نوريكم هادي، لا ماشي هي انا نوصلها نوريها لكم. ايوا شفتي قلت لكم غادي نبقى شاده الحساب، هادي خامس سادس سابع ثامن تسع عشر حاجه الله تنحسبها عين، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. المهم هي تسعود هذا نقولو هذا عشرة،
نتوما راكم تما. المهم خديت هاد الجيمز هذا شوفوا ديال الجلد واعر، شوفوا فيه الجلد هنايا فهذا في الفرق يجي خاطر، عرفتوا الكاليتي ديالو غزاله ومن داخل قطن، من داخل غير قطين، ماشي صوف ولا واحد القطن خفيف بحال هكا واعر. المهم هانتوما كيفاش كيجي، غادي تشوفوه ملبوس على المانكا. اشنو خديت هادي، هاد شنو نسميها، مشيطة ولا المهم نقولو مشيطة، بلاصة ما حيت ما بقيتش كنبغي كاع نمشط اختي في الدوش، انا شحال هادي وانا كنوصيكم ما تمشطوش، وفي غادي نبقى هي اللي نديرها، يعني ما كنمشطش انا اصلا، يعني علاش خديتها في الدوش راكم عارفين، كنبقى كنغسل شعري بحال هكا هي بهكا حركات دائريه، فقلت ناخذ هادي حسن درت زويته شققت شعري ندير بها هكا. المهم هادي احسن من يديك. شنو اخر، شنو هنا، خديت هاد الصبيبط الماما خرج هذا ديال الماما خرج خاطر شوفوا، عرفتوا خرج خاطر واعر، شوفوا كيف جاكم الطوق، شوفوا اختي الضفيرات كي جاكم الضفيرات زوينين. المهم شوفوا هذا خديته الماما، لبسوا مع العبايات المهم اي حاجه، غزيول شهيتو الماما خديتو ليها. شنو اخر خديت انا هذا، تصبط نتصور معاه شوفو. المهم هانتوما صبرت كيفاش واعر خطير شوفو كيفاش كيجي مجنيب لي طالون، ديما ما كنبغيش ناخذ شي حاجه اللي طويله، هانتوما شي حاجه اللي مناسبه، انا اصلا طويله فما كاينلاش نجي كي العزافه. شنو اخر، جاني الصادي اختي ما كنبغيش نشعل لا كاين باش ما كاين ايفون كيجبد الصوت. خديت هادي اختي ديال شوفيها، يمكن لك تستعمليها صينية ويمكن لك تستعمليها طويلة، انا خديتها طويلة هانتوما، كتحط هكا فوق النورمسية فان هكا، وكنبقى كنفطية ديالي ولا كناكل عليها هكا بوحدي اختي شفتو، المهم ديال الخشب زوينة خفيفة المهم مزيانة عجبتني، ولكن كنت متوقعه تجي عاليه، هادو يجيو عاليين ما عجبتنيش حيت هادي هي صغيره، السمك ديالها الطول ديالها صغير، كنت باغاها تجي عاليه يعني الصينيه تجي عاليه، هادو يجيو عاليين تجي مغرفه، ولكن معليش المهم مزيان. ونتوقع هانتوما كتجي توقفيها في الجنيب، عندي ديجا وحده ولكن ماشي بحال الصينيه، عندي هكا شوفوا هادي يا ربي مزرب. المهم خديت هاد البيجامه، خديت وحده ليلي وحده لماما، غادي نوري لكم هي ديالي، هلا نوري لكم ماما هي بحال بحال خديت بحالها شي ما شي انا والوليده هانتوما ديال المبرة، عرفتو كندير هكا مع الرينغ لايت كيطلع الطون ديال بحال الغبره، هانتوما كتجي هكا في الغوز بيبي على المهم غوز بيبي ولا ما عرفت، شوفوا كيفاش كيبان غزال، وفيه هاد الدونتيل هذا منا هاد مخرب، وهذا الفوقاني ديالي هانتوما كيفاش كيجي. المهم غادي تشوفوها حتى هي ملبوسه، شوفوا اليديدات كيفاش كيجيو، كتجي من التحت هكا كتجي شفتو، المهم كاشفيس شوفوا هادي. المهم ندوز الحاجه، انا عرفت راسي مالش نشد الحساب، المهم خديت هذا لماما حتى هو، ماما كديرهم بزاف هاد البونيات ديال الحمام، شوفوا خديت لها هذا
كيجي هكا راكم عارفين كي كي هذا في الصيف عنده هنا كيتصب الصيف. نشوف واش يجي يجي هاي هي البيجامه ديالي انا. هذه لا روب اللي خديت نوار. المهم ها هي غادي نخليها لكم اللبسه حيت ما غاديش تبان لكم ما فيهاش اللي لبس لكم هادشي. ما عنديش مشكل عادي نلبس اي حاجه انا نلبس لكم، ولكن غادي يجي الفيديو طويل فمن الاحسن هانتوما كيفاش كتجي. المهم كامله في النوار هي اللي كتجي مع هذاك المشبك اللي وريتكم. دابا نوريها لكم، دابا تشوفوا هذا ملبوس. شريت هاد اللعيبه هادي ديال الزيت كتجي منها مخوبه هكا انتما ديال الزيت هكا ديال البلاستيك فيها حتى العبارات. اشنو اخر هنا خديت لي فاي ديال الزاج انتما هادو لي فاي ديال الزاج. شوفوا كيفاش كيجيو بحال هكا. كاين لي باتينيشن سيده وكاين لي معوجين بحال هكا، وكتجي معاهم هاد الشويزات هادو باش كيجيو هكا. شوفوا بحال ديال الحديد هكا، المهم كيتعوجوا باش كيتنطفيهم بها. هادشي كامل كيجي عندكم اون بالي. هنا خديت واحد فوفيتمون دابا نوريهم لكم هنايا بلا نفتحهم. خديت هنايا البلاش ديالي اللي كناخد ديما هو اللي راني دايره دابا. لي بغات الريفيرونس ديالي ريسكي بيزنس. هادي نفس هادي صفيتما. خديت هاد اللعيبة هادي ديال كتنضفي فيها لي بروس ديالك، كتحطيها في لافابو في الدوش وكتنضفي بيها لي بروس ديالك. واعره بزاف كانت خاصاني. شنو خو خديت هنايا، خديت هنايا هاد كلشي كيجي امبالي. هادشي انا ديجا فتحتو شفتو ولكن ما فتحتش مزيان باش تا نفتحو معاكم. واو زي ولا حتى فوق الكوفز ديال لي كوتون ديسك كما عارفينو كوتون ديسك هكا تعمريها بلي كوتون ديسك. شوفو كيفاش كتجي مزيانه. هانتوما خديت هنايا هاد اللعيبة هادي، شوفو كيفاش كتجي. المهم هادشي كيصيفطوهلك زعما اون بالي بيان اون بالي بزاف. تانسى اليوم نطبق هادشي مزيان نفتحها ونرجع ليكم. كتبتها شفتو كيفاش كتجي هانتوما كيجي هادشي بيان اون بالي زعما حتى حاجة مهرسة هانتوما. المهم هاهي كيفاش كتجي غزالة هكا، كتحط فوق الكوفر تحطي فوقها هكا لي بارفان. هاي نوريكم تقلت اليوم. المهم شفتو كيفاش كتجي غزالة. لهاد الحاجة شريتها تا انا اختي نحطهم هنايا تتمسحي هادش اختي.
هانتوما شوفوا كيفاش كتجي. المهم امبالي ديجا كنت فاتحاها، هادشي ديال الفرشي اللي خليها باش ما تسخليش ثاني الفرشي. المهم هادي لكم التصويره هنا ديال لي بانسو. علاش خديت هادي؟ حيت عندي هذا ديال الميك اب، هادي حسن من عندها الغطايه ضرقه من الغبره، راكم عارفين داك الغبره ديال الدار دغيا كتجمع وكتدار على الوجه ما مزيانش، فخديتها بهذا الغرض هذا. شنو انخوض خديت هنايا واحد الكيسان. المهم هذا مازال نحطو ديك اللي تحت. هذا ديال الفيش طويل كيجي غزال، تكب فيه كوكا ولا شي حاجة غزال معنا باي. داكشي علاش خديت هاد لي باي هادو. المهم خديت جوج منهم، ها هو الثاني غزال في الوقت ديالو. وخديت هنايا هذا، شوفو نفتحو ليكم زعما بغيت نخلي لكم في التصويره ساعه ما نحرمكمش باش تشوفوه على حقيقته، باش زعما تبغيو تجيبوه الا بغيتو زعما تجيبوه. وسخني الفرشيه اختي سخني. المهم هادشي راه كيجي بيا اون بالي ما كيتهرس. شوفوا هادي اختي على الفني اللي شحال مزال شفتو واعر عرفتو. المهم هو ما فيهش الالوان ولكن مع الاضاءه كيتنعكس شفتو، فيه بحال خوز وقزح كيلمع كيلمع. ها شي خمسه من هادو اختي وتحطيهم في المونجي ديالك ويكون عندك الناس و شي حاجه خطيره. ولكن اختي غالي غالي، شي تقريبا 100 درهم هنا ديال هنا ديال المغرب، ما عرفتش بشحال يكون، ولكن بالنسبه لي لي انا منين نصرفها بالمغربيه راه كتعطي تقريبا شي 290 درهم ولا، ولكن غزال. مهم هادشي اللي كاين البنات، هادشي اللي جبت. الا بقات شي حاجه ما وريتها لكمش، لا ها هو جبت هاد الصباط هذا شوفوا ديال الاوروبيان زعما ساعه ما صدق ليش زوين. هو مزيون يعني عادي تلبس، ولكن ماشي بحال الكاليتي اللي خديت في الاول لماما. خديت انا لماما ديجا منهم واعر عرفتو، هذاك اللي خديت لماما رطب 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 وغزال بحال اللي بحال بحال المهم رطب غزال، ما كاين زعما الفرق بينه وبين هذاك ديال الحقيقي واعر. ولكن هذا نفس الشيء يعني رطب هذا، ولكن ما اللي ما عجبنيش فيه هاد اللعيبه ديالو بحال الثوب ديالو بحال اللي واقف جاي. شفتو كيفاش داير وفاش كيتلبس كيجي زوين، ولكن ما حبيتوش بزاف. عندك هذا سلوب ماشي توب. شنو اخو شي حاجه اخرى قلت لكم؟ ولي بانسو حتى هما فلوب ما عجبونيش. ايوا هذا ما كان الكبدات في هاد لا فيديو، هادشي اللي كاين. نتمنى نكون شاركت معكم كلشي، نتمنى نكون فدتكم. المهم شاركت معكم اختي اللي عجبني اللي ما عجبنيش، غالبا كلشي عجبني كلشي عجبني الا الصباط ولي بانسو هما اللي ما عجبونيش. وهذا ما كان. المهم كلشي غزال كلشي. شوفوا الكويس الكويس كيجي هاد الطبيسل ديالو على شكل وريضه، غزال 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 واه. ايوا هذا ما كان، نتمنى يكون عجبكم لا فيديو. المهم اختي جاتني العطسه. المهم نتمنى يكون عجبكم لا فيديو، نتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي، وما تنساوش البارطاج ولي لايك وكومونتير زوين. كثروا لي كومونتير كثروا لي لايك باش كتكون الحركه في لا فيديو هكا وكيكون فيه الحماس، باش ان شاء الله نزيدو نصورو. وهذا ما كان، تهلاو فراسكم، تلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.
المهم البنات جيت نوريكم، نسيت ما وريتكم واحد الحاجه بغيت نوريها لكم، اخر حاجه اللي هي هذا المونطو. هذا اختي ماشي ليا، راكم عارفين هنايا ما كاينش البرد باش نلبسو. شوفوا كيجي، مهم كيجي طويول، كيجي هكا فيه الدوبلور هكا داير. المهم دخليه لكم هنا لابسه المانكا باش تشوفوا فيه جويبين هنا الجيب صافي. المهم هكا داير، غنخلي لكم المانكا هنا لابسه باش تشوفوا كيفاش داير. هذا اختي اختي لعمتي كادو، ماشي ليلي، نتو لعمتي العزيزه وصافي. المهم راكم عارفين شي ان في المغرب ما كايناش، وما قليل اللي تلقاي شي وحده تجيب لك شي حاجه. المهم داكشي فيه بزاف ديال الحوايج، فانا جبتو ليها كيف ما كتشوفوا. غادي نردو بلاصتو صافي، نصيفطو ليها يا اختي كتشوفوا هي تفتح. ايوا هذا مكان